الدليل امر خطير. يدخل المعروف في المنكر والمنكر في المعروف. تتقلب القلوب في كل ساعه. الا بذكر الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنا بسألك أنت الدليل. يعني الإنسان قلبه مع كنزه مع فلوسه، فاللي حاطط فلوسه صيغة في إيد مراته قلبه في إيد مراته، واللي حاطط فلوسه في البنك قلبه في البنك، واللي بيضرب في البورصة قلبه في البورصة. كان كده، دلوقتي صراحة الأمر بقى أسوأ من كده. أين قلب؟ أين قلب؟ اديته لامرأة فهي تلعب به. وديت قلبك وديت قلبك فين؟ فالقلوب متقلبة متقلبة، تتقلب القلوب في كل ساعة كالريشة في مهب الريح تقلبها ظهرا لبطن. فحال القلب الآن يختلف عن حال القلب قبل ساعة، يختلف عن حاله بعد ساعة، وهكذا. ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. فأمر الثبات على دين الله تبارك وتعالى أمر خطير وأمر جليل، لأنه مرتبط بالقلب والقلب متقلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على الدين وعلى طاعته حتى نلقاه، إنه ولي ذلك مولاه. حبيبي أخي أخي وقفة الليل تساءل أي القلوب قلبك؟ هل قلبك ما زال جنينا في بطن الشهوات؟ ما زلت يا مسكين تفكر ببطنك وفرجك؟ ما زلت يا مسكين تعيش لمظهرك ودنياك؟ أما آن أن يخرج قلبك إلى فضاء العبودية؟ ما زلت يا يرضي زيف مال نشوة شهوة ونسيت ما وراءك يا مسكين. إن غلبت مواد الإيمان على القلب صار القلب بفضل الله تبارك وتعالى قلبا سليما، وإن غلبت مواد النفاق على القلب صار القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله قلبا منكوسا. انتكاس القلب يعني ايه؟ يعني يدخل المعروف في المنكر والمنكر في المعروف، بمعنى مفيش حاجة عنده اسمها معروف ومفيش حاجة اسمها عنده منكر، اتمسح الاتنين دول من جواه. يعني يفعل كل ما حرم الله. وايه تاني؟ الحاجة التانية ملوش دعوة بالأوامر، يعني وبالوالدين إحسانا لما فيش إحسان للوالدين. طيب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا ما فيش إقام الصلاة ولا أتيان للزكاة. قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ده صاحب القلب والعياذ بالله اللي احنا نسميه فيه انتكاسة. انتكاس القلب من أهم العقوبات الدنيوية لمن يفعل المعصية، ودي موجودة عند ناس كتير على فكرة. انتكاسة القلب تلاقي قلبه ده فيه برودة ما بعدها برودة.
إنسان ما فيش إحساس مجرد من الإحساس. لو شاف واحد كفيف بيعدي طريقه وعارض ربه ما بيتحركش له، ملوش دعوه بيه. حاجة تانية، عند فعل الحرام يفعل الحرام ولا يخشى من الله ولا من الناس، والعياذ بالله، ده اسمه انتكاسة القلب. ده قلبك. انت بتهرب ليه؟ ده قلبك انت؟ ده قلبك انت؟ انت من غير مزعه، ما تتخضش، بالراحه خالص بمنتهى الهدوء. ده قلبك، ده قلبك، قلبك دنيا اذا اعطي رضي واذا منع سخط. ده قلبك، ده قلبك عايش بتدور تاكل ايه، تشرب ايه، تركب ايه، تفسح فين، تنام ازاي، تنام امتى، تنام فين، صاحب مين، تتكلم مع مين، تغير تليفونات، تغير. هو ده انت، هو ده المنكوس. يا منكوس، يا موكوس، مش ذقت حلاوة السجود، مش ذقت حلاوة الستر، مش ذقت حلاوة القرب، مش عشت حلاوة الأنس. بعت كل ده ليه؟ بعت كل ده ليه؟ استبدلت ده بمقابل ايه؟ الناس اللي حاسة باليأس، الناس اللي حاسة بالملل، الناس اللي حاسة بالزهق، الناس اللي حاسة بالكآبة، الناس اللي حاسة بالضياع، الناس اللي حاسة بالألم. مش قلت لكم نفسنا نفتح مستشفى للعلاج بالإيمان؟ بالإيمان، بالإيمان، العلاج بالإيمان محتاجينها دي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الناس، الناس اللي بيشتكوا ان قلوبهم مش مطمئنة، ان قلوبهم مش مليانة، قلوبهم قلقانة، قلقانة على الدنيا وقلقانة على اولادهم وقلقانة على كل حاجة. لا، ملهاش غير علاج واحد، ملهاش غير حل واحد، بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلبك مش هيطمن غير بذكر ربنا. عاوز تطمن قلبك وتخلي قلبك مطمن ومليان خير، ولو الدنيا ايه اللي حصل فيها مش هتلاقي اي حاجة ولا تسأل فيها، بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اديني وعد وعهد دلوقتي، ايدي اهي، وعد وعهد دلوقتي قدام ربنا سبحانه وتعالى، ايدي اهي، عهدني انك هتسلك الطريق الى الله. يلا مد ايدك واقبل على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. متفق عليه.